ولا سمحتوا لي بغيت نبدا بواحد القضيه شديده الحساسيه وعندها بعد وطني مرتبطه بكيف كنا بنين. كلكم كتذكروا بانه في واحد ثلاث شهور اعتقد كان الحزب دار مبادره ديال التنظيم لاول مره في تاريخ البرلمان ندوه وطنيه حضروا فيها خبراء اجانب طرحنا فيها للنقاش بعض الاسئله المرتبطه بامكانيه اقصاء اسس ديال الاقتصاد البديل اللي كيرفع اولا الظلم على المزارعين اللي مرتبطين بهذا الماده ديال الكيف واللي من شانها كذلك تصحح الصوره السلبيه اللي معطيه لبلادنا في المحافل الاقليميه وفي المحافل الدوليه كونها اول او ثاني مصدر للحشيش بعد افغانستان. عرفتوا الخطوط العريضه ديالو الان احنا مقبلين على التنزيل ديالو وعلى تنفيذه. كاين في هذا البرنامج واحد مجموعه من المبادرات غادي نبداوها يوم 5 ابريل للقاء تواصلي كبير كنتوقعوا انه يحضروه ما بين 1500 الى 2000 من المزارعين اللي مرتبطين بزراعه الكيف. و هي انا هذا اللقاء غادي يكون في بابرد ربما بابرد لاول مره ستحتضن لقاء من هذا النوع. حرصنا في هذا اللقاء على اننا نستدعيو يعني اكبر عدد ممكن من الفلاحين في المنطقه ديال الاقليم الشاون. وكاين لقاء ثاني كنعتزم اننا ننظموه مازال ما حددناش التاريخ ولكن في خلال الاسابيع المقبله باحدى الجماعات التابعه لمنطقه كتامه وهي منطقه مسجل. الفكره في هذا اللقاء هو انه نوسعوا دائره النقاش العمومي حول كيف ما يبقاش حبيس الصالونات، ما يبقاش حبيس البرلمان، ولكن ننتقل فيه النقاش الى المعنيين مباشره بالكيف اللي هما الفلاحين. وحرصنا في هذا اللقاء اللي غيكون في الشاون على انه يكون متبوع بجلسه عمل اللي غيحضروا فيها عدد اقل من الناس. وجهنا دعوات لكل الهيئات السياسيه الممثله في الاقليم باش يحضروا معنا هذا اللقاء ولكل المكونات ديال النسيج الجمعوي اللي كاين في المنطقه. الفكره من هذا الشيء كله هو اعمال المقاربه التشاركيه، لان ما يمكنش نجاوبوا على الاسئله المرتبطه بالكيف سواء في الاتجاه المتعلق بامكانيه توجيه هذه الماده لاستخدامات صناعيه او طبيه. ما يمكنش نفكروا في اعداد مشروع قانون لتقنين هذا الكيف بدون اشراك الساكن. اذا هذه الفكره الاولى كان دايرين في البرنامج ديالنا مسطرين هدف هو اننا نقطعوا اشواط اضافيه من اجل اعداد مشروع مقترح قانون المتعلق بالوكاله اللي تكلمنا عليها وكاله تقنين الكيف واللي كنتمنوا انه نقدموه للبرلمان في القادمين من الايام.